هذا وأكد السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال استضافته في البرنامج جدية الحكومة في تطوير الخدمات بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات تعزيزا لمبادئ الحوكمة تم إطلاق أن يتم تطوير 500 خدمة لاحظنا أن فعلا كان في إصرار من الحكومة أن هذه الخدمات يتم تطويرها مثل ما تفضل صار في تبسيط كثير في المستندات المطلوبة في الوقت اللي هي كان في السابق تحتاج انك انت تنجز في هذه المعامله والاهم ان انت تقدر تنجز معظم معاملاتك وانت قاعد على مكتبك